لا انقطاع للكهرباء عن الأجهزة الطبية بمستشفى الجاردنز، وكمان تخفيض سن التطعيم ضد فيروس كورونا لعمر 12 سنة اعتباراً من اليوم، والرسم لجرافيتي هو وسيلة للمقاومة في فلسطين. خلونا نبلش. بداية، أكد مدير مستشفى الجاردنز إن الكهرباء ما انقطعت أبداً عن الأجهزة الطبية اللي بيتواجد عليها مرضى الكورونا. طبعاً المدير فايز أبو حميدان وضح إنه اللي صار ليلة الأحد هو تماس كهربائي تسبب بفصل الإضاءة فقط عن بعض غرف المستشفى، وبين إنه حالة الوفاة اللي سجلت بعد هذا التماس الكهربائي ما كان سببها انقطاع للأكسجين أو خلل في الأجهزة الطبية. وقال أبو حميدان إنه في 61 مريض على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى وحالتهم الصحية بشكل عام حرجة، وطلبت الحكومة من النيابة العامة فتح تحقيق بهاي الحادثة واللي حددت 5 مدعين عامين. أما وزير الصحة فراس الهواري فأكد إنه التحقيق رح يكون واضح وشفاف ورح تقدمه النيابة العامة مباشرة بعد الانتهاء من التحقيقات خلال الساعات القادمة. ابتداء من اليوم الأحد، إذا عمركم 12 سنة وما فوق صار أنتوا كمان تقدروا تاخدوا المطعوم الواقي من فيروس كورونا وبدون ما تاخدوا أي موعد مسبق، هالحكي بقرار من وزارة الصحة. الوزارة وضحت أنه التطعيم رح يكون اختياري لهاي الفئة العمرية وبمطعوم فايزر تحديداً، واشترطت الوزارة مرافقة ولي الأمر لكل شخص عمره أقل من 18 سنة لياخدوا موافقته الخطية على تطعيم أولاده لما بيتوجه لمركز التطعيم، وطلبت من كل شخص تخلف عن دوره في أخذ الجرعة الثانية إنه يتوجه هو بدون موعد مسبق لأخذ جرعته الثانية، مع ضرورة إنه الكل ينتبه لنوع الجرعة الأولى من المطعوم اللي تلقاها قبل ما يأخذ الجرعة الثانية من نفس نوع المطعوم. طبعاً عم بيخوض العالم أكبر حملة تطعيم ضد وباء في التاريخ البشري، تم إعطاء أكثر من 3.8 مليار جرعة من المطاعيم المضادة لكورونا في 180 دولة لحد الآن. الجرافيتي من الفنون الموجودة منذ القدم، بيعتبر وسيلة مهمة للتعبير عن الرأي وعن الفكرة، والفن أو لفن الجرافيتي حصة في المقاومة الفلسطينية كذلك. تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. يمشي فنان الرسم الفلسطيني تقي سباتين عند جدار الفصل العنصري اللي بناه الاحتلال الإسرائيلي، وهو بيستعرض لوحاته الجدارية اللي بتندد بالاحتلال واللي تحولت لمعرض فني في الهواء. ومن هاي اللوحات أعمال جدارية كبيرة بتظهر الأمريكي جورج فلويد اللي انقتل على يد الشرطة بأمريكا. سباتين قال إنه فلويد رجل فلسطيني عنده المشاكل نفسها اللي بيعاني منها أهل فلسطين، وبيشرح الرسام الفلسطيني لـ AFP إنه رسم حياة الفلسطينيين اللي بيعانوا من الاحتلال الإسرائيلي هي أداة مهمة ليظل العالم يعرف عن هذا النزاع المستمر. الرسالة اللي كنت بدي أوصلها طلعت already واصلة، يعني بكل الأحوال طلعت واصلة، لأن الجندي حكالي إنه أنت عم ترسم في إشي، وحكالي شو برسم، قلت له برسم في هيك الصحافة وعين الصحافة، وأنتوا بتستهدف الصحافة وبتطخوا عليهم، بتطلقوا عليهم قنابل غاز، وأحياناً يعني بتطخوهم بشكل متقصد. فبقول لي عشان تكون عارف، إحنا بالنسبة إلنا عين الكاميرا والكاميرا أقوى من السلاح، وهيك حكالي. وحكالي الفرشاية اللي معاك تمام، طلقتها بتوصل أبعد من الرصاصة، إحنا طلقتها بعتنا ممكن توقع بعد كيلو أو 2 كيلو. وبيعتبر سباتين الأربع ساعات اللي بيقضيها في رسم الجدارية الجديدة تحت أشعة الشمس وعند برج المراقبة الإسرائيلي مش مهمة مقابل نقل صورة فلسطين للعالم. ومن الجداريات المشهورة اللي رسمها تقي كانت لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو بيلعب الكرة بسلال، وهي مستوحاة من قرار الأرجنتين بال2018 إلغاء مباراة ودية مع الاحتلال. وبشدد الفنان تقي على أهمية أن يستمر الفلسطينيين في الرسم على هذا الجدار العنصري، لأنه هذا التزيين هو عار على الصهاينة وإله حضور وتأثير هائلين على القضية. وبين الفنان تقي أنه رسم الجرافيتي هو وسيلة للمقاومة في فلسطين. وفي قطاع غزة المحاصر صار الرسم على الجدران هو رسالة الحرية للشعب المحاصر. وتعرف نعيم سمسوم على الرسم الجرافيتي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتعلم هو واصحابه من الفنانين اللاتينيين على الانترنت، وبعديها نقلوها لشوارع القطاع المعزول.
اليهود عمال بظلموا فينا وحروب وإشي زي هيك، فحبيت أستخدم الجرافيتي للتعبير عن اللي بصير معنا يعني في المجتمع. تعلمت الجرافيتي لأنه نوع من الحرية، هي تقدر تعبر عن ذاتك فيها ومن الأماكن اللي أنت موجود فيها في غزة، لأنه بالذات في غزة أنه الدمار ولازم الواحد يعبر عن شعوره. ومثل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، فجدار قطاع غزة مغطى بالرسومات والكتابات، وهي اللوحات متنوعة مثل اللوحات السياسية ورسائل السلام أو قصص عن الحروب. وهي التقنية بتشبه الطريقة المستخدمة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى بالثمانينات، لما صار يتم تدوين أسماء الشهداء على جدران الشوارع. ومن وقتها صارت الجدران نوع من أنواع الرسائل العاطفية والاجتماعية كمان، فصار يتم النشر عن حفلات الزواج والتخرج أو للإعلان. وبالنسبة لبعض الناس صار الرسم وسيلة لكسب المال، لكنه بالنسبة لناس تانية هو أكثر من مجرد وظيفة.